50 شخصاً لكل 100,000 في العالم العربي يصابون بمرض التصلب اللويحي. هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي المركزي المكون من المخ والمخيخ وجذع الدماغ والنخاع الشوكي، فهو مرض مناعي ذاتي يضرب فيه جهاز المناعة مادة المايلين التي تغلف الأسلاك العصبية، ما يخلق فوضى على صعيد نقل الرسائل والمعلومات من الدماغ إلى بقية أنحاء الجسم، بل قد تتعطل آلية نقل المعلومات كلياً، وهنا تكمن الكارثة. في الأردن يعد مرض التصلب اللويحي من أعقد الأمراض، حيث يواجه مرضاه العديد من المعيقات، أهمها عدم توفر أطباء أعصاب في المستشفيات، إضافة لإعاقة المريض في إجراءات المراجعة وصرف الدواء. في آخر إحصائية تقريبية بلغ عدد المصابين بالمرض في الأردن نحو 5,000 مريض، وأغلبهم يعالجون على حساب التأمين الصحي بموجب إعفاءات من وحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي، إلا أن علاجات المرضى ليست دائماً متوفرة بوزارة الصحة. هذا المرض الذي يصيب من هم في سن 20 إلى 40 عاماً ويتسبب بإعاقات لهم جلهم من الإناث. 25% من أسباب الإصابة بالمرض وراثية، و75 منها لها علاقة بالبيئة المحيطة وقلة التعرض لأشعة الشمس ونقص فيتامين د، وأسباب أخرى متعددة وغير محددة. مصابون بالمرض طالبوا الجهات المعنية بتوفير العلاجات والأدوية، إضافة إلى تكثيف الجهود لتأمين مستلزمات المرض للمصابين، وذلك في ظل عدم اهتمام الجمعيات المختصة بالعناية بالمرض إلى جانب وزارة الصحة. لبرنامج خارج منطقة التغطية، غيث الرقاد، عمان تيفي.